الحب الخدعة فهمتي، ما كاينش الحب هنايا فهمتي. الحب يا تكون شي وحده قاوريه ما انا شي وحده مغربيه والو فهمتيني. ما كاينش الحب هنايا، انا لا ما كانش عندك المال وما كانش عندك الفلوس وما كانش عندك الحديده ما تبغيك شي وحده فهمتي. كنتي بزناس ولا بشي حاجه غتبغيك خيتي، ما كنتيش بزناس وما كنتي ما كانتش عندك الفلوس ما تبغيكش خيتي. رفضاتك انت شي وحده بغيتي تعلق بها؟ رفضاتني وحده مشات على الفلوس فهمتيني، جيك اللعبه وجي الواقع فهمتيني. جات سبع اسكت حصان سحرات له سحرات له. خلينا دابا ندرس فهمت. عاتي بشويه كتما كانت عندك الفلوس عندك البوك عندك الفلوس راك راجل، ما عندكش الفلوس راك عارف فهمتي. شنو قالت لي؟ قالت لك ما عندكش فلوس؟ ها؟ قالت لك ما عندكش فلوس؟ باينه هذه مقاصه صافي جات دافع كبير راك عارف انت كنت ولد الحساب فهمتي. ما الحب هنا ما كاينش. غنجيك للصالح اخويا، ما تنفهم حتى حاجه وكنبغي نهدي الحب ديالي لفرقتي النادر المكناسي والوالده الله يخليها ليا وبا الله يرحمه في هاد النار. الحب اخويا راه ايه كذبه كذبه في هاد الوطن هذا كذبه. اللي كيقول لك راه كنحبك راه تيكذب عليك تينافقك. كلشي راه نفاق في هاد المدينه هادي، كتحبك مهمتك من غير حتى واحد. ماشي باينه هادي ما اي بنت في هاد هنا في المغرب ما كانتش عندك الفلوس ما فهمتيني ما تصاحبش معاك وما تزوجش بك. ما كانتش عندك الفلوس مرحبا، ما كانتش عندك الفلوس ما كاينش فهمتيني. انت اش كدير في الحياة؟ انا قباص يعني خدام كترزق. نعم على راسي الحمد لله. خدعات كل خدعات ها؟ تمشي وحده وتجي وحده الحمق فهمتيني. تبقى حتى الله في السلسله. والله يجيبنا شي قاوليه ان شاء الله من هاد البلاد هاد. والله يفاجئ عليكم اخو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.